السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي. شرحنا مع بعض الوحده الاولى بالكامل والوحده الثانيه، والنهارده بنكمل الوحده الثالثه ليسون 3 الدرس الثالث صفحه 119. الوحده الثالثه بعنوان هاو دو اي لوك، كيف ابدو. هتلاقوا في صندوق الوصف قائمه تشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات كتاب المعاصر، وكمان بننزل امتحانات الكتب المختلفه، ولو طالبين حاجه معينه اكتبوا لنا في التعليقات. وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف قائمه تشغيل بعنوان كورس تاسيس الجرامر، هيساعد كتير ازاي تعرف الفرق بين الضمائر، ازاي تكتب جمل، ازاي تعرف الازمنه. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. ونبدا مع بعض ليسون 3 الدرس الثالث The Elvis and the Shoemaker، الأقزام وصانع الأحذية. إلفيس دي شخصية خيالية هنتكلم عليها النهاردة، الأقزام شخصيات خيالية. Pronunciation قواعد النطق، رياضيات. Key vocabulary كلمات مفتاحية. إلفيس 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 يعني أقزام، ودي شخصيات خيالية. إلفيس. Honest 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 أمين أو مخلص. Kind 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 طيب أو عطوف. tired 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 يعني متعب. perfect 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 ملائم أو مثالي. leather 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 جلد. shoemaker 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 صانع أحذية، shoemaker. poor 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 فقير. happy 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 سعيد. beautiful 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 جميل. delicious 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 لذيذ. little little بمعنى صغير السن او قليل الكميه. يبقى نحفظ الكلمات، الكلمات مهمه. اقولهم تاني انجلش: Elvis honest kind tired perfect leather shoemaker poor happy beautiful delicious little. extra vocabulary كلمات اضافيه. wife 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 بمعنى زوجه. money 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 نقود. workshop 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 ورشة عمل. surprised 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 يعني مندهش. meal meal وجبة، زي وجبة الفطار أو الغداء أو العشاء. meal. tonight 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 بمعنى الليلة. quickly 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 بسرعة. amazing 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 مدهش، هنا بصف شيء مدهش لكن أنا شخص مندهش. amazing اللي فيها ing بتصف الشيء. kindness العطف، kindness العطف. كلمة kind طيب ودي صفة، لكن kindness دي اسم العطف أو الطيبة. amazed مندهش، ما لخبطش ما بين كلمة amazing مدهش و amazed مندهش. هنا amazing بصف شيء، أقول the film is amazing الفيلم مدهش، لكن أحمد is amazed أحمد يكون مندهش. هنا شيء هنا شخص. enough 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 كافٍ. new 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 جديد. conjugation of verbs تصريف الأفعال، في regular أفعال منتظمة وفي irregular أفعال غير منتظمة أو شاذة. الأفعال المنتظمة عشان أحولها من مضارع لماضي بحط لها مقطع ثابت، لو الفعل آخره إيه بحط له دي، والتلاتة آخرهم إيه فبحط لهم دي. طبعا ممكن احط له اي دي، ممكن الواي احولها لاي اي دي، بس خلينا دلوقتي في الحاله اللي قدامنا ان لو الفعل اخره اي احط له دي. بليف بليفد بليف بليفد. دانس دانسد دانس دانسد. ديسكرايب سكرايبد ديسكرايب ديسكرايبد. يبقى لو الفعل اخره اي احط له دي. طب الافعال الشاذه بيتغير شكلها. طب تعالى نشوف كده. كات اوت كات اوت او تفضل زي ما هي، يعني يقطع قطع، دي فعل شاذ فضل زي ما هو. بي بد يدفع دفع. ليف ليفت يترك او يغادر غادرة. هايد هيد يختبئ اختبأ. يبقى الافعال الشاذة اما يتغير شكلها يا اما تفضل زي ما هي. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مهمة لازم تتحفظ. طبعا. work hard work hard work hard يعمل بجد. pair of pair of زوج من، انا بتكلم مثلا على الحذاء فقول a pair of shoes معنى غير عاقل غير عاقل. pair of shoes pair of sunglasses يعني زوج من النظارة، زوج مثلا من الشوز الحذاء. يبقى pair of زوج من لغير العاقل لغير العاقل. call to ينادي على. call to go to bed يذهب للنوم. go to bed.
for the night لمدة ليلة واحدة. For the night لمدة ليلة. Sit down, sit down, sit down يجلس. All over the land. All over the land من شتى بقاع الأرض، من جميع أنحاء الأرض. Find out يكتشف. Find out. Once upon a time. Once upon a time يعني ذات مرة أو في يوم من الأيام. Once upon a time. Try on يعني بيقيس. Close ملابس. Try on يعني يقيس. لاحظ حاجة، إن لو الكلمة أخرها F وعايز أجمعها أحولها ل V E S زي ألف، بقت إلفس. الإف اتحولت ل V E S زي ألف قزم، بقت إلفس أقزام. هنا ألف إلفس قزم أقزام، ودي شخصيات خيالية. ونكمل صفحة 120. Main points on listening and reading tickets. نقاط رئيسية على نصوص الاستماع والقراءة. هنا بيقول لي topic الموضوع اللي علينا، a shoemaker and Elvis صانع الأحذية والأقزام. Guiding words كلمات إرشادية. هنا جيب لي مجموعة من الكلمات وبيحطها في جملة، دي مهمة جدا بتساعدني زي أفهم تكوين الجمل. Wife يعني زوجة. Poor فقير. ممكن أقول the shoemaker صانع الأحذية and his wife وزوجته were very poor كانوا فقراء جدا. Cut يعني يقطع وleather يعني جلد. The shoemaker صانع الأحذية cut out the leather بيقطع الجلد and went to bed ويذهب للنوم. Went to bed هنا بد بمعنى سرير، بس معناها في المجمل يذهب إلى النوم أو يذهب إلى السرير. Elvis الأقزام. The shoemaker صانع الأحذية and his wife وزوجته saw two little Elvis رأت أو رأوا قزمين. Two little Elvis صغيرين. That made the beautiful shoes صنعوا الحذاء الجميل. New thank جديد ويشكر. The shoemaker صانع الأحذية and his wife وزوجته made new clothes صنعوا ملابس جديدة. To thank the Elvis عشان يشكروا الأقزام. تعال ناخد بقى listening and reading استماع وقراءة. Look and read انظر واقرأ. The Elvis and the shoemaker الأقزام وصانع الأحذية. The beginning البداية. Once upon a time في يوم من الأيام a kind and honest shoemaker صانع أحذية أمين وطيب lived عاش in town في مدينة with his wife مع زوجته. They were very poor. They were very poor كانوا فقراء جدا. But they were happy ولكن كانوا سعداء. The shoemaker صانع الأحذية worked hard عمل بجدية. But he had no money معهوش فلوس لا يملك الفلوس. One night في ليلة the shoemaker was in his workshop كان صانع الأحذية في ورشته. Oh dear يا إلهي I have only got enough leather أنا معايا فقط جلد كافي for one more pair of shoes لزوج واحد من الأحذية. But I am too tired ولكني متعب جدا. To make them tonight لدرجة هنا too صفة too المصدر too tired to make تعبان جدا لدرجة ان انا مش هقدر اعملهم الليلة. يبقى too صفة too المصدر مش هيقدر. I'll cut the leather هقطع الجلد. Now الآن and make the shoes in the morning هقطع الجلد بتاع الحذاء النهاردة وبكرة هعمل ايه الحذاء. The shoemaker cut out the leather قطع صانع الأحذية الجلد and went to bed راح ينام ذهب للفراش. The middle منتصف القصة. The following morning يعني في الصباح التالي أو تاني يوم الصبح. The shoemaker couldn't believe his eyes لم يصدق صانع الأحذية عينيه. He called to his wife نادى على زوجته. To come quickly to the workshop عشان تأتي مسرعة لفين للوركشوب المكان اللي بيصنع فيه الأحذية اللي هي ورشة العمل. قال لها look at these shoes انظري إلى هذه الحذاء أو انظري إلى هذا الحذاء. ياه said the shoemaker اللي قال الكلام ده صانع الأحذية. There on his table هناك على ترابيزته was an amazing pair of shoes في زوج من الأحذية جميل يعني فردتين هو قصده جزمة واحدة بس هي فردتين. Pair of shoes زوج من زوج من زوج من shoes. They are beautiful جمال جدا. Did you make them هل صنعتهم
طبعا مراته مش عارفة او عارفة ان هو مش بيصنع بهذه الجمال او ما عندوش هذه المهارة. His wife looked surprised. ظهر عليها ان هي مندهشة. No my dear. لا يا عزيزتي. I didn't make them. انا ما عملتهمش. He said. هو قال ان هو ما عملهمش. Then ثم امان walked into the shop. رجل دخل الى المحل. الى داخل المحل. بيقول الراجل ده I have never seen such amazing shoes. انا عمري ما شفت حذاء مدهش زي ده. He said. Can I try them? ممكن أقيسهم؟ He tried on. Tried on بمعنى إيه؟ يقيس أو قام بقياس. The shoes الحذاء. They're perfect. يا دول مثاليين، دول جمال جدا. He said هو قال and paid the shoemaker ودفع لإيه؟ للشوميكر صانع الأحذية. Quickly. بسرعة. Said the shoemaker's wife. قالت إيه؟ مرات صانع الأحذية. Go and buy some more leather. روح واشتري جلد تاني. The shoemaker went to buy some more leather. اشترى جلد أكتر. When he arrived home, لما هو وصل البيت, the shoemaker's wife, مرات صانع الأحذية, had made him a delicious meal. عملت له وجبة لذيذة. I will just cut out the leather. أنا سوف أقطع فقط الجلد and then come and eat. ثم تعال وإيه وكل. The shoemaker cut out the leather. قطع الجلد for two pairs of shoes. هنا بقى المرة دي جزمتين. Two pairs زوجين مش زوج واحد اتنين. And left the workshop for the night. وترك الورشة ليلا. The following morning. في صباح اليوم التالي. تاني يوم الصبح. The shoemaker and his wife. صانع الأحذية وزوجته were amazed. كانوا مندهشين. To see two beautiful pairs of shoes. شافوا المرة دي زوجين من الأحذية اتنين. In the workshop ورشة العمل. We must find out. لازم نكتشف. مرات الشو ميكر مرات صانع الأحذية يجب أن نكتشف. Who is making these shoes? من اللي بيعمل هذه الأحذية؟ Said the shoemaker's wife. اللي قال الكلام ده مرات الشو ميكر. Let's hide tonight. يلا نستخبى النهاردة. And see who is helping us. ونشوف مين اللي بيساعدنا. The end. الخاتمة. That night. في تلك الليلة. The shoemaker cut out the leather and then hid. هو قطع الجلد واستخبى. They were very surprised. هما كانوا مندهشين. الشوميكر ومراته. To see two little elves. إن هما شافوا قزمين. اتنين من الأقزام أهم. ده الشوميكر وده his wife مراته. وده two elves. قزمين. The elves started بدأوا to make the shoes. يعملوا الأحذية. The shoes. Soon قريبا they had made two more pairs of beautiful shoes. فعلا بعد وقت قليل بدأ ايه الاقزام بصنع الاحذيه وخلصوا زوجين اخرين من الاحذيه الجميله. We must thank the elves. لازم نشكر الاقزام. Said the shoemaker's wife. مين اللي قال الكلام ده؟ زوجة صانع الاحذيه. Let's make them new clothes. يلا نعمل لهم ملابس جديده. The next night. تاني يوم the elves found their new clothes. الاقزام وجدوا الملابس الجديده. They were so happy. كانوا سعداء جدا. That they danced. لدرجه ان هم رقصوا. Around the workshop. حول الورشة. Before sitting down. قبل الجلوس. To make more shoes. عشان يعملوا الكثير من الأحذية. Soon. People came. بعد وقت قليل. الناس جم. From all over the land. من جميع أنحاء المناطق اللي حواليهم. يعني كل المناطق اللي حواليهم. الناس سمعت. من جميع أنحاء الأرض اللي حواليهم. سمعت عن الأحذية الجميلة اللي بيصنعوها. To buy the shoemaker's shoes. جايين يشتروا. أحذية صانع الأحذية. He and his wife. هو وزوجته. Weren't ever poor again. ما بقوش فقراء. And they lived happily ever after. وعاشوا بسعادة في حياة أبدية. أو حياة أبدية سعيدة. أو عاشوا في سعادة أبدية. أسئلة القطعة. How did the elves feel with the new clothes? الأقزام شعروا إيه بالملابس الجديدة؟ They were very happy. كانوا سعداء. What did they give the elves for their kindness? هما دول عايد على الراجل ومراته. عطوا الأقزام إيه بسبب طيبتهم؟ They gave them new clothes. ملابس جديدة. صنعوا لهم ملابس جديدة. ونكمل صفحة 122. 122. What's an adjective? إيه الصفة؟ An adjective. الصفة is a word. هي كلمة. That describes. بتصف a noun اسم. And precedes it or it follows verb to be. يعني الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله أو بعد verb to be. تعال نوضح كده يا مستر.
He is a kind and honest shoemaker. هو صانع أحذية أمين وطيب. دي صفة ودي صفة. أمين وطيب. يأتي الصفة قبل الاسم. تأتي الصفة قبل الاسم. قبل الشو ميكر. أنا بصف الشو ميكر فأقول هو أمين أو هو كايند. وممكن تيجي بعد فيرب تو بي. مثلا أقول مثلا He is kind. هو طيب. كايند دي بصف هو الشو ميكر مثلا. يبقى تأتي بعد فيرب تو بي اللي هو أم أو إذا أر في المضارع أو ووز أو وير في الماضي أو قبل الاسم. يبقى فيرب تو بي فعل يكون. فيرب تو بي فعل يكون أم أو إذا أر في المضارع ووز أو وير في الماضي. تأتي الصفة قبل الاسم وبعد فيرب تو بي وتصف الاسم. فونكس الصوتيات. هنا بيقول لي the pronunciation of verbs ending with ed. يا مستر لما اجي احول الفعل الماضي بحط له اي دي صح كده؟ اه. هل نطقهم واحد؟ لا نطقهم مختلف. ناس تقول لي ليه يا مستر؟ تعال نشوف كده. قبل ما اقول القاعده لو انتهى الفعل باحد الحروف الاتيه الاي دي تنطق تي 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 تي. اوكي تي. زي ايه؟ هنا تشوب زي ما هو كتب هنا تشوب بقت تشوبت تشوبت تشوبت. يبقى البي لما احط وراها اي دي طبعا هي كان اصل الفعل تشوب. لما اجي احولها الماضي بضاعف الحرف الاخير واحط اي دي فالاي دي تنطق تي تي. وركت ووكت اسكت. يبقى بي الاي دي تنطق تي. كي بعديها الاي دي تنطق تي. لف لف لف. هنا الجي اتش لف بمعنى يضحك فاتنطقت ايه زي حرف الف. فلما احط اي دي تبقى لفت لفت لفت. فيكس فيكست فيكسيت. هنا الاكس اتنطقت اللي زي الاس كده يبقى ايدي تنطق تي. فيكسيت فيكسيت. درست درست. بروميست 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 بروميست. لو الفعل انتهى اس اتش الرمز ده زي حرف شين يعني واشت واشت واشت. السي اتش او الاس اتش يبقى الاس اتش والسي اتش عامله شبه يبقى واتش ات واتش ات واتش ات. تاني يا مستر لو الفعل اللي انا بحط له الاي دي انتهى بنطق حرف البي التقيله او الكي او الف او الس او ش او تش الاي دي تنطق تي زي chopped worked walked asked laughed fixed dressed promised washed watched. اوكي يبقى اذا انتهى الفعل بدول تنطق تي. طب تعالى ناخد ده. لو انتهى الفعل بتي او دي تي او دي الاي دي تنطق اي دي. نوضح يا مستر. هنا تيست نطق التي تبقى تيستد. ويت ويتد. بنت بنتد. نلاحظ اللي هي الاي دي دي. كاونت كاونتد. انفايت انفايتد. وونت وونتد. نيد نيدد. تايدي تايدد. ستادي ستادد. يبقى ده نطق التي ده نطق الاي دي. غير كده الاي دي تنطق دي زي called climbed cleaned played enjoyed slowed carried delivered lived. يبقى اي فعل بينتهي بحرف متحرك الاي دي تنطق دي وانا بتكلم عن نطق او ان او ام او ال او ار او في. نحفظ اللي بيتنطق تي نهايات الافعال واللي بيتنطق اي دي نهايه الافعال اللي هي بتنتهي بالتي او دي والباقي يبقى دي. نحفظ عشان ممكن يجي لي في الامتحان اسئله على الليسننج على الاستماع فنخلي بالنا. ونكمل صفحه 123 نوتس. لاحظ كلمه ليف يعني عيش تنتهي بحرف اي ولكن لا ينطق بل اخر صوت ننطق هو الفي. يبقى انا بتعامل بالنطق مش شرط الحرف مكتوب اهم حاجه اتنطق ولا ما اتنطقش. لف ما جي اتش هنا اتنطقت فيه فانا بتعامل في النطق كفيه. كلمه كلايم كلايم هنا البي ما اتنطقتش الام هي اللي اتنطقت فانا بتعامل بحرف ايه الام. كلايم كلايم كلايم. يبقى انا بتعامل بالصوت مش الحرف اللي مكتوب. يبقى بتعامل بالصوت مش الحرف اللي مكتوب. ونحل مع بعض بوب كويز اون فونكس. ريد اند رايت. اقرا واكتب. هنا جايب لي جدول عايز امتى الاي دي بتنطق دي او تي او اي دي. هنا جايب لي اول كلمه كليند. طيب كلمه ليفد 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 هنا بمعنى عاشه. ليفد دي اتنطقت بحرف الفي او انتهت بحرف الفي. هنا الاي ما اتنطقش هو مكتوب بس مش منطوق. لو الكلمه انتهت بحرف الفي منطوقه تنطق الدي او الاي دي دي يبقى ليفت ليف ليفت.
live lived live lived live lived. طيب needed needed الكلمة أصلها need، لو الفعل انتهى ب دي أو تي الإي دي تنطق أي دي تبقى needed needed تبقى إيه needed. studied studied برضو اتنطقت أي دي انتهت بنط حرف الدي فاتنطقت أي دي studied. طيب دي washed washed انتهت بإس إتش ليش فلما احط الاي دي نطقت يبقى washed worked برضو كذلك. يعني احفظ نهايات الافعال عشان اقدر احل. اخر جزء math رياضيات multiply multi digit numbers هنتكلم عن ضرب اعداد اكثر من رقم. multiply multi digit numbers هنا 10 in 10 is 100 10 في 10 ب 100. في طريقه طبعا لشرح الضرب لكن احنا مش هنشرحه الضرب ناخده في الرياضيات. احفظ بس المسائل 50 multiply 50 is 2500 يعني 50 في 50 2500. 30 multiply by 20 is 600 30 في 20 600. 38 multiply by 24 is 912 وهكذا. مسائل مش هيجيلي في الامتحان يكتب لي مسألة طبعا بس لازم يبقى عندك فكرة. multiplication multiplication يعني عملية الضرب. word problem لو مسألة مثلا لفظية تعال نشوف كده. نورا makes hats نورا بتعمل طواقي. she's very good هي جيدة جدا. she can make 25 hats each week بتقدر تعمل 25 طاقية كل أسبوع. how many hats can she make in 48 weeks كم عدد الطوائق اللي ممكن تعملهم في 48 اسبوع. ذا سوليوشن الحل مساله لفظيه. هنا كم اسبوع 48 48. طب كل اسبوع كم طاقيه 25 25 طاقيه فهضرب عدد الاسابيع فعدد الطوائق يجي لي 1200 هاتس 1200 طاقيه 1200 طاقيه. هنا جايب لي اسئله بسيطه على عمليه الضرب سواء أسئلة عادية أو أسئلة لفظية. نبدأ بالمسألة دي. read think and solve اقرأ فكر وحل. for sports day لليوم الرياضي Mrs. Amal ordered 12 boxes of t-shirts طلبت 12 صندوق من التيشيرتات. for the students للطلاب يبقى طلبت كم صندوق 12. each box has 18 t-shirts كل صندوق في كم تيشيرت 18. How many t-shirts كم على التيشيرتات did Mrs. Amal order اللي طلبته Mrs. Amal يبقى هضرب عدد الصناديق في عدد التيشيرتات والإجابة هتبقى العدد الإجمالي عدد التيشيرتات الإجمالي يبقى هضرب عدد الصناديق في عدد التيشيرتات. طبعا المسألة دي هتبقى واجب واحنا فهمنا فكرة المسألة اللفظية هنضرب دول في بعض ونطلعها بالإجابة ونتأكدوا بالآلة الحاسبة ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونحل مع بعض. صفحة 124 General Exercises on Lesson 3 تدريبات عامة على الدرس الثالث. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. My shoes حذائي My shoes حذائي Are made of مصنوع من ايه؟ أكيد ليزر الجلد ما ينفعش البلاستيك ولا الجلاس الإزاز ولا وود الخشب. My teacher not kind and honest مدرسي طيب وأمين يبقى is يكون. The نقط makes us bags and shoes من اللي بيصنع لنا الشنط والأحذية يا ترى مين؟ shoemaker صانع الأحذية مش الدكتور الطبيب ولا انجينير المهندس ولا فارمر الفلاح. last week الأسبوع اللي فات يعني جملة في زمن الماضي. she bought هي اشترت a new dress فستان جديد for the party للحفلة. السؤال التاني لي دان ده ماتش A with B اقرأ وصل A with B. the shoemaker يعني صانع الأحذية makes amazing shoes بيصنع حذائي مدهش. the shoemaker صانع الأحذية worked hard عملها بجدية but ولكن he had no money معهوش فلوس كفاية. we use leather بنستخدم الجلد to make shoes عشان نصنع الأحذية. the elves made الأقزام صنعوا ايه beautiful shoes أحذية جميلة. السؤال الثالث reorder رتب. the يبقى the wife يعني الزوجة made عملت a delicious meal وجبة لذيذة. who يبقى who made من صنع the shoes
الحذاء او الاحذيه every night كل ليله. Who made the shoes every night؟ زي إلفيس الأقزام. Danced رقصوا رقصوا around the workshop حول الورشة. The shoemaker صانع الأحذية cut out، هتبقى هنا في كان cut out the leather، يستطيع أن يقطع الجلد. عشان نتأكد إن إحنا ما نسيناش حاجة يبقى the shoemaker can cut out the leather. السؤال الأخير بانكتويت علامات تلقين. The shoemaker and his wife are thankful. يبقى تي كابيتال في نهاية الجملة نقطة. عرفنا إزاي إن هي جملة بادئة باسم أو حتى تبدأ بضمير تبقى جملة عادية. وبكده يبقى خلصنا الدرس التالت على منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.